English الصف الثالث ترم الثاني يونت A. اهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنبدأ مع بعض يا سنة تالتة مع seasons in different countries، الفصول في الدول المختلفة. يلا نشوف اول فصل معانا هيبقى ايه. زميلنا ده بيقول هاي I am from the US. هاي I am from the US. US يعني United States، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أمريكا. And in the winter في فصل الشتاء، in the winter في فصل الشتاء it's very cold. It's very cold، الجو بيبقى ايه؟ برد جدا. طيب بعد كده And we get snow on our faces. And we get snow on our faces. شايفين السنو اللي نازل ده؟ بيقول السنو ده بينزل على وشوشنا. طيب It's awesome. It's awesome يعني إنه رائع. طيب بعد كده Hi I am from France. صديقتنا دي بتقول إيه؟ Hi I am from France. أنا منين؟ من فرنسا. In the summer it's very hot. In the summer it's very hot. في فصل الصيف عندهم الجو بيبقى ايه؟ very hot، حر ايه؟ جدا. طيب بعد كده sometimes it doesn't rain. Sometimes it doesn't rain. في بعض الاحيان كده ما بتمطرش. Then our flowers are very dry. Then our flowers are very dry. والفلاورز بتاعتنا الزهور بتاعتنا والورود مالها بتبقى جافة جدا. طيب ودبلانة كده. بعد كده صديقنا بيقول ايه؟ Hello I am from Uganda. Hello I am from Uganda. انا منين؟ من اوغندا. In my country we have wet season. In my country we have a wet season. يعني في دولتي او في بلدي احنا عندنا فصل ايه؟ wet يعني رطب. wet يعني رطب. طيب بعد كده in the wet season في الفصل الرطب it rains a lot. it rains a lot يعني بتمطر ايه؟ كتير. this is called a monsoon. this is called a monsoon يعني ايه؟ ده بيتسمى او يدعى الرياح الموسمية. طيب بعد كده صديقنا ده بيقول ايه؟ hello I am from Egypt. hello I am from Egypt. أنا منين؟ من مصر. Sometimes we have very hot summer. Sometimes we have very hot summer. يبقى فصل الصيف عندنا إيه؟ very hot، حار جدا. We need to drink. We need to drink. يعني بنحتاج نشرب a lot of water. بنحتاج نشرب مية كتير في فصل الصيف. طيب بعد كده Hello I am from China. Hello I am from China. أنا من الصين. In my city. In my city في مدينتي it sometimes rain. أحيانا إيه؟ بتمطر. A lot. And the streets are full of water. والشوارع streets يعني الشوارع are full of water، بتبقى مليانة بالمية. This is called a flood. وده بنسميه إيه؟ فيضان. Flood يعني فيضان. طيب سؤال الهوم ورك بقى للشطار في البيت. When it rains a lot that cold. When it rains a lot that is cold. ده بيبقى اسمه ايه؟ لما بتمطر كتير الدنيا بيبقى اسمه ايه؟ flood ولا monsoon ولا dry؟ flood monsoon dry. الشاطر اللي هيكتب لي الاجابه الصحيحه في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي، كنتم مع قناه طيور الجنه التعليميه. متنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.